انظر الينا. لقد قلت في اجتماعات كفارطه قلت وجهوني وسجلوا كل اجتماعاتي، سجلوا هذا الكلام وحاسبوني به ان لم افعل به. ها نحن الان نطالبك بما قلت في اجتماعاتك الماضيه، وشكرا. نحن نطالب رئيس الجمهورية شخصيا بأن يتدخل في قضيتنا، يوصفنا كبقية الفئات، لأننا فعلا أصحاب حق ولنا خبرة، كيف لا ونحن الذين قدمنا أنفس أيام حياتنا وناضلنا ودرسنا تعبا وجوعا وفقرا، وتعرفون أن الجوع كافر والفقر كافر والاحتياج كافر، والله 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 الاحتياج كافر. نحن فئة فعلا يجب أن تدمج. لا ينقصنا الخبرة ولا تنقصنا أي شيء، لا دراسة في أعلى المستويات، يقومون بتهميشنا وتجميد العقود تعسفيا. لا حق عليهم لأنهم قاموا بطرح عقود وإدماجهم، وللبطال وضعوا لهم منحة، ونحن لا بالموظفين ولا بالمدمجين ولا بالبطالين، وليس لنا منحة البطال. نطالب رئيس الجمهورية بأن يدمجنا مباشرة في مناصبنا، ونسأل الله التوفيق في الوقفة، وقفة العاصمة التي نطالب أن تكون يوم 16 مايو. إن شاء الله نطالب أن تكون لنا أعين أو بصائر قلب تنظر إلينا بعين الرحمة وعين الحق، وأن يزهق هذا الباطل الواقع علينا. والصلاة والسلام على رسول الله، وشكرا. نحن فئة العقود المنتهية، رئيس وكيل التابعين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لولاية الجلفة. نحن الآن في وقفة رقم 22 على مستوى الولاية، نطالب ب إما إرجاعنا إلى مناصبنا أو تحويلنا إلى مناصب وبدء مناصب جديدة لنا، لأننا كباقي البيئات التي تم إدماجها على مستوى الوطني مثل اللي تابعين وكالة التشغيل، نحن كذلك لنا الحق في ذلك. ولي الذكر كانت عندنا العديد من الوقفات على مستوى الوطني، نذكر منها